والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة نتلو عليكم بعض آيات الذكر الحكيم. وفي البداية نقدم واجب العزاء في فقيدنا وفي شيخنا وفي أستاذنا وفي معلمنا وفي نقيب القراء جمهورية مصر العربية فضيلة مولانا الشيخ محمد محمود الطبلاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه الصيام، وأن يشفع فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خالص التعادي في وفاة سيدنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي والأسرة الكريمة خالص العزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني
قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فهم قيام ينظرون. وأشهد
أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
متكئين فيها على الأرض متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها قطوفها تذليلا ويطاف عليهم قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا
سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركات أن نرحم أستاذنا وشيخنا ومعلمنا ونقيب قراء جمهورية مصر العربية سيدنا الشيخ الطبلاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتجاوز اللهم عن سيئاته، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه الصيام، وأن يشفع فيه النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما كل ما قام به في خدمة كتاب الله عز وجل في ميزان حسناته يوم القيامة، وخالص العزاء لأسرة سيدنا الشيخ الطبلاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبد الفقير الله سبحانه وتعالى أخوكم الشيخ إبراهيم الفشني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.